مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وأخيرا قامت المؤثرة مايا رجيل بزيارة أختها سارة وحملت ابنة أختها تولين، كما كشفت عن سبب غيابها في هذا المقطع. عندي مدة وأنايا نتلقى أسئلة وما كنتش نجاوب عليها. علاش ما كنتش تباني عند أختك؟ علاش ما رحتيش شفتي بنت أختك؟ سي جوست كو أنا بنت أختي كانت لقمة مسكينة لقيمة، او تشوفوها او فتيتا. انا واحدة من الناس اللي خاف بزاف العين، انا واحدة تعرضت بزاف العين ونخاف، دوك نخاف عليها كانت هكا لقمة، دوك كي كبرت شوية اني ديسيديت نوريها لكم ما غير كي صار ما مرات تاكل، يعني احنا وراها بما نوريكم يدها. سوسو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا شوفوا حالته، شوفوا حالته، عمرتها غوجة على بيت تمزح ما شاء الله ما شاء الله. على هنا عرفت اش درها انا خي بنتيان لا شنو تحبش هاد البوزيسيون ما تحبش تحب هكا تولي خلاص سكتي اي ما تبكيش بنتي ما تبكيش خبت بكيش خالتو صح ما تبكيش دوك نبكي معاك تبكي نبكي قلت لكم كانوا يلحقوني بزاف دي ميساج تو علاش ما كيش تبعد مع اختك علاش ما وريتيناش تولين علاش انا اختي قلت لكم كانت نفسها والبيبي كانت لقمه كنت خايفه كان نجي نهضر عليها ولا نوريها في ستوري ولا شوفوا يدي دي شوفوا يدي وداتها شوفوا شحال صعيبه شوفوا مسكينه شوفوا ما شاء الله ما شاء الله صار انا خفتيها انا قلت لها من قبل ما تدري ما تخضيهاش كيفاش ندير كيفاش ندير ما نعرفش هكا غير هكا اسمع لو 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 خالتو دوك نبدا نتعلم لها صبروا عليا يا مات ماشي في دقيقه وضوحها دقيقة نظرها جديدة نولي نعرف نرفدها بسم الله بسم الله بسم الله مسكينة يا راقد عبصتها شوية شدي بنتك نطية عبصتها خلاص خلاص يا راقد. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام.